مساء الخير. 4 قتلى في إطلاق نار بجامعة بشمال غرب تركيا بعد أن قام موظف تركي بقتلهم قبل أن تعتقله الشرطة. الأمم المتحدة تدعو للسماح بدخول المساعدات إلى الغوطة الشرقية بعد سنوات من الحصار. السعودية تطالب بمحاسبة الحوثيين وإيران على خرقهما القانون الدولي. بريطانيا تقول إن تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال تم بوضع غاز الأعصاب على مقابض الأبواب في منزله.